التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام في كلمة ألقتها نيابة عن سموها معالي ميثا الشامسي وزيرة الدولة في المؤتمر الدولي الأول للتمريض الذي تنظمه كليات فاطمة للعلوم الصحية. التمريض مهنة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكيف لا، فهم ملائكة الرحمة، إلا أنها كالكثير من المهن ما زالت تعترضها بعض المعوقات داخل الدولة وخارجها. كل هذا وذاك تم طرحه هنا في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتمريض الذي تنظمه كلية فاطمة للعلوم الصحية على مدى يومين تحت شعار التمريض بين التعليم والممارسة، خدمات نوعية رائدة، بمشاركة 30 خبيرا يمثلون 10 دول شقيقة وصديقة ونخبة من كبار المسؤولين والعاملين في القطاع الجامعي والصحي. نسعى من خلال هذا المؤتمر طرح آخر الأساليب والتجارب والمبادرات الحديثة في مجال مهنة التمريض، التي بالفعل هي من أهم المهن والتخصصات للعنصر المواطن والكوادر وتأهيل كوادر الوطنية لرفض مؤسساتنا الصحية بهذا المجال. توطين مهنة التمريض في دولة الإمارات كان محور حلقة النقاشية الأولى في المؤتمر، والتي تضم 4 جلسات حوارية وورشتي عمل أخرى ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، والتي كشفت عن نسبة توطين مهنة التمريض لا تتعدى 3% فقط، أي 800 مواطن ومواطنة من بين 23,000 آخرين، مما يتطلب المزيد من التحفيز لانخراط أعداد كبيرة من المواطنين. نسبتنا احنا كممرضين مواطنين في الدولة قليلة، لكن الكوادر المواطنة في التمريض كوادر مؤهلة، عندها أعلى مستويات الشهادات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأيضا الدبلومات التخصصية. هاي الصورة عن التمريض المواطن في الخدمات الصحية مشجعة. على الرغم من عزوف المواطنين من هذه المهنة الإنسانية، إلا أن العاملين فيها يؤكدون فخرهم واعتزازهم بها، فهي مهنة إنسانية ووطنية في الوقت نفسه. مهنة على قد ما هي بسيطة، على قد ما هي واسعة وشاملة، وبالنسبة لي تحدي. الحمد لله أنا فخورة، وتشجيع أهلي الحمد لله شجعوني وخلوني أفخر بزيادة أني أنا دخلت هالمهنة. طبعا نحن نحس بالفخر أن قيادتنا تدعمنا في هذه المهنة من خلال توفير هذه المؤسسات العليا. المؤتمر يشكل إحدى محطات الارتقاء المتواصل بالمنظومة الجامعية المعمول بها في كلية فاطمة للعلوم الصحية، والكشف عن كل ما هو جديد ومفيد من مبادرات وتجارب وأساليب علمية من شأنها الرقي بمهنة التمريض، وتوطين القطاع الصحي بالكوادر المواطنة المتخصصة والمتميزة. احتضان العاصمة أبوظبي لمؤتمر التمريض ما هو إلا إصرار القيادة الحكيمة حول توطين مهنة التمريض في جميع المؤسسات الصحية. رائد الشايب، قناة أبوظبي، من العاصمة أبوظبي.